السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى أن تكونوا بألف خير. فيديو اليوم سوف نتحدث فيه عن تطبيق رائع جدا، سوف نحتاجه كثيرا عندما نريد مشاهدة الأفلام أو مسلسلات أو اليوتيوب، أو لا نريد مثلا أن تتأثر الشاشة، خصوصا مثلا عندما نأخذ الهاتف في الجيب وكنا نشاهد شيئا ما واضطرنا الموقف إلى أن نضع الهاتف في الجيب ونتمشى ونسمع ما هو موجود. بإمكاننا أن نستعمل هذا التطبيق كذلك في حالة ما إذا كان حولنا أطفال، ونعلم جيدا أن الأطفال يحاولون لمس الهاتف وإمساكه، وربما قد يقوموا بإفساد كل شيء، فيديو أو فيلم كنا نشاهده فيضيع كل شيء، أو مهمة نقوم بها على الهاتف. إذن هذا التطبيق رائع جدا، يمكننا كذلك من إمكانية مشاهدة الفيديوهات مع شاشة مغلقة. ندخل ونحمل التطبيق، بعد تحميل التطبيق ندخل من هنا. هنا سوف تفتح لنا هذه الصفحة، ونحن مطالبون هنا بإدخال كلمة المرور، وسوف أقول لكم لماذا. بعد إدخال كلمة المرور مطالبون الآن بإعطاء التطبيق مجموعة من الصلاحيات. أضغط على OK. ثم نخرج الآن. نعود مرة أخرى إلى التطبيق. أضغط على OK هنا. أنتظر قليلا. هنا أوتوماتيك ويدوي، وبعد تفعيل الخواص بإمكاننا أن نجعله أوتوماتيكيا، أي أننا سوف لن نحتاج مثلا للضغط وإعادة الضغط مرة أخرى، بل يكفي أن نفتح مثلا تطبيق اليوتيوب فيتم قفل الشاشة مباشرة بعدها. سوف أريكم. نجد هنا في الأسفل ونلاحظ مجموعة من التطبيقات التي بإمكاننا أن نقوم بقفلها. هنا مفعل على اليوتيوب بشكل أوتوماتيكي كما ترون، لإلغائها أضغط مرة أخرى أوكي. لكن قبل ذلك يجب أن أعطي للتطبيق صلاحية الدخول للتطبيقات الأخرى أوكي. أرجع مرة أخرى، هذا هو التطبيق، أقوم بالضغط عليه مرة أخرى، وعند الضغط قام بفك القفل عن التطبيق. أضغط عليه مرة أخرى وأذهب لكي أجرب التطبيق. أدخل على صفحة اليوتيوب ثم أختار أحد الفيديوهات مثلا هذا. كيف أفعل لكي أقوم بقفل الشاشة؟ ببساطة يجب أن أسحب الشريط إلى الأسفل كما ترون، تجدون داوتش لوك، أضغط عليها، يظهر عندي القفل هنا. مباشرة قام التطبيق بقفل الشاشة، أي عندما سوف أضغط الآن وأنا أضغط على الشاشة لن يقع أي شيء. لإلغاء قفل الشاشة أضغط مرتين ثم أضع كلمة المرور أو البصمة من أجل فتح الشاشة. الآن أضغط، أرجع مرة أخرى إلى التطبيق ونجرب خاصية أخرى. أرجع، استعملت الآن البصمة من أجل فتح الشاشة. كما قلت لكم بإمكاننا أن نقوم بنفس الأمر لمجموعة من التطبيقات الأخرى، ليس هذا فقط، ليس لليوتيوب بل لمجموعة من التطبيقات بإمكاننا أن نفعل نفس الشيء. بالنسبة لباقي الإعدادات هنا في الأسفل بإمكاننا قفل الشاشة إن أردنا، يعني أن مثلا سوف نشاهد اليوتيوب بشاشة مغلقة. أنا غير مفعل لهذه الخاصية، تركتها على حالها. أدخل الآن ونتأكد إن كان يدعم اللغة العربية. للأسف التطبيق لا يدعم اللغة العربية، فقط تغيير الألوان والحجم إلى غيره. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو،
أتمنى أن أراكم بصحة جيدة. إلى اللقاء.